صان كابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى للنادي الاهلي. يمكن زي ما بنقول النهارده كان في التدريب الاول لفريق النادي الاهلي كالعاده. كابتن سيد انت عارف طبعا بيكون التدريب على ملعب الجامعه التونسيه وده يمكن معتاد لفريق النادي الاهلي، لكن النهارده يمكن كان في تغيير بالنسبه لتنسيق هذا التدريب الاول. كنا في ملعب الفرعي لرادس، غدا كمان هيكون في تدريب في الساعه 6 على نفس الملعب وهو ملعب رادس الفرعي، لكن اكيد يوم الخميس اللي هو يوم يسبق طبعا مباراه النادي الاهلي والترجي التونسي يوم الجمعه يكون على الملعب الرئيسي، وهيكون ايضا كمان في نفس توقيت المباراه وهو 8 مساء بتوقيت تونس، 9 مساء بتوقيت القاهره. الامور يا كابتن سيد لو بنطمن كل جمهور النادي الاهلي الامور ماشيه بشكل مطمئن، حابين نشيد بيه الجانب الامني طبعا هنا في تونس، في ترتيبات امنيه على اعلى مستوى. الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه يمكن بيباشر وبيتابع كل الامور الخاصه لفريق النادي الاهلي، كل سبل الراحه ستوفر الى فريق النادي الاهلي بالتنسيق كمان ايضا مع سفيرنا هنا في مصر نبيل حبشي اللي بيقوم بدور كبير جدا 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 لتوفير كل سبل الراحه فريق النادي الاهلي. همنا الاول والاخير ان شاء الله ان احنا نطلع كل اللي عندنا باذن الله في المستطيل الاخضر، وزي ما بنقول يا كابتن سيد في كل رسائلنا يعني في كل رسائلنا خلال الفتره اللي فاتت يعني ثقتنا الكبيره في لعيبه النادي الاهلي وفي مجلس اداره النادي الاهلي وفي الجهاز الفني لن ولن تهتز ان شاء الله، وعندنا ثقه كبيره باذن الله ان احنا نعود من هنا برادس بالبطوله التاسعه. انا معاك يا كابتن سيد لو في استفسار انا معاك. طيب كريم، كل اللعيبه شاركت في التمرين النهارده؟ كل اللعيبه كابتن سيد الكل جاهز، كل اللعيبه شاركت في المران، مفيش اي حد النهارده يمكن كان خارج المران. النهارده كان جرعه تدريبيه بسيطه شويه، يمكن المران النهارده استغرق 60 دقيقه بس، هي المسافه كانت طويله شويه يمكن 40 دقيقه او 45 دقيقه من فندق الاقامه الى رادس، لكن ده يمكن بعد التامين يمكن ودانا من طريق شويه مختلف عن العوده. العوده كانت اسرع شويه لكن الذهاب يمكن خد وقت شويه، كنا قلقانين ان اللعيبه ترجع بنفس الوقت ده. انت عارف يا كابتن سيد بعد ما بيطلع لعيب من التدريب بيبقى محتاج وقت قليل شويه ان هو يصل الى فندق الاقامه، لكن الوقت كان قليل. الكل شارك، الكل جاهز، الكل ان شاء الله باذن الله على قلب رجل واحد، وباذن الله اللي احنا شايفينه من لعيبه النادي الاهلي ومدى حاله التركيز الشديده ابتداء من كابتن محمود الخطيب لاقل واحد متواجد اللي هو عامل اللي بيكون مشارك مع فريق النادي الاهلي، يمكن النظره اللي احنا بنشوفها في وجوه كل لعيبه النادي الاهلي بتدينا ثقه كبيره وبتدينا تاكيد ان شاء الله ان احنا هنرجع من هنا باذن الله بالبطوله التاسعه اللي هتفرح كل جمهور النادي الاهلي. كريم شكرا جزيلا ليك وبالتوفيق ترجع لنا انت وكل بعثة النادي الاهلي بالسلامة باذن الله.